في الشكل اختلف هذا العام أحياء ذكرى العاشر من محرم، حيث فعل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما لم يفعله منذ العام 2008، فاخترق صفوف مناصريه وشق طريقه بينهم وصولا إلى منصة ملعب الراية في الضاحية الجنوبية. اشتعل التصفيق وعلت الهتافات. يوم العاشر نجدد العهد والبيعة، بس ما تبقوا ناطرين كم دقيقة لأرجع أروح وأطلع على الشاشة. إلى اللقاء بعد دقائق، السلام عليكم ورحمة الله. خاطب السيد الحشود لدقائق قليلة سرعان ما انتهت، منهية معها المشهد غير الاعتيادي، ليعود المشهد المعهود ويتحدث السيد عبر شاشة عملاقة مطلقا سلسلة مواقف ومعلنا لمرة جديدة استحالة نزع سلاح المقاومة. نحن يوما بعد يوم نزداد عددا ويتحسن، يصبح تدريبنا أفضل وأحسن، ونزداد ثقة بالمستقبل، ونزداد تسليحا. إذا حدا عم بيراهن إنه سلاحنا بيصدي، لا، نحن سلاح بيصدي بجيب جديد، وكل شيء عم نجدده كمان. البعض يقول أن سلاح المقاومة هو سبب الفوضى أو الاضطراب أو بعض القلق الأمني في لبنان. شوفوا الخداع. طيب شو السلاح اللي بيعمل مشكل بالداخل؟ قال لك كليتنا اللبنانية ونعرف الكلاشينكوف والأم 16 والمسدس، ونشقت حالة بكسي أو بيجي مظبوط، واملي يدوية. طيب ما هو كل اللبنانية عندهم إياهم، عند الأحزاب وعند العيال وعند العشايب وعند الأفراد. الذي يريد الأمن بالداخل لازم يشوف هيدا النوع من السلاح كيف منحل مشكلته، كيف منضبطه، كيف مننظمه. أما من يريد أن ينزع أو يفكر أن ينزع صاروخ الزلزال أو الصواريخ البعيدة أو هجمات الصواريخ أو إمكانيات الدفاع البحري أو إمكانيات الدفاع الجوي، هذا يريد أن يقدم خدمة جليلة لإسرائيل. ما عجزت عن فعله إسرائيل يريد بعض هؤلاء أن يحققوه من خلال الحوار أو من خلال الحديث السياسي أو من خلال الإعلام. نصر الله لم يأتي على ذكر المحكمة الدولية، لكنه دعا إلى تحقيق العدالة وفتح ملف الشهود الزور. شهود الزور وصلوا إلى عداء بين لبنان وسوريا، وصلوا إلى تحريض في لبنان، وصلوا إلى انقسامات حادة، وصلوا إلى توترات طائفية ومذهبية، وصلوا إلى قتل العشرات من السوريين ظلما وعدوانا. الغريب أنه في قوى سياسية وشخصيات سياسية بلبنان بتقيم الدنيا وبتقعدها على مخطوفين سوريين، هن مش مخطوفين. كل يوم بيحكوا بالموضوع وبيدينوا وسكتوا ويسكتون عن عشرات أو مئات السوريين الذين قتلوا في لبنان بسبب الاتهامات الباطلة وشهود الزور. نصر الله طلب بمعالجة ما سماه بالخلل الحكومي، مشددا في هذا الإطار على أحقية مطالب تكتل التغيير والإصلاح، داعيا رئيس الحكومة إلى تحقيقها. أما إقليميا فحذر نصر الله من استغلال الإدارة الأمريكية للربيع العربي، وفي الشأن السوري انتقد المجلس الوطني السوري، ولا سيما لناحية تعهده بقطع العلاقات مع إيران وحزب الله وحماس، ورأى في ذلك أوراق اعتماد جديدة تقدم للإدارة الأمريكية التي لا تريد الإصلاح في سوريا.